شيء سينمائيا انك عم تحضري؟ حاليا لا، بس ان شاء الله انا بتمنى، لانه فعلا هي السينما هلا بهي السنين الاخرانيات صار في كثير افلام، وبتمنى انه انا اشتغل طبعا بافلام هلا اللي جايه. على صعيد دراما التلفزيونيه، الفنانه غاده بشور شو عم تحضر لموسم 2019؟ هلا حاليا خلصنا من فيلم كونتاك، وهلا في فيلم مسلسل كونتاك عفوا، طبعا هو لإيمار الشام ولأستاذ حسام الرمتيسي إخراجه، وهلا من كام يوم نحن خلصنا، وهلا في مسلسل ثاني إن شاء الله بعد كام يوم حندخل له، بس ما رح أقدر أحكي التفاصيل كثير لأنه نحن ما رح نقول فول لحتى يصير بالمكيول مثل ما بيقولوا. نحكي شوي عن علاقتك بالأعمال العربية المشتركة، وجهة نظرك بهيدي الأعمال. لقلك شغلة، هو حلو، يعني ما أنه أنت ما تقولي أنه شغلة ما أنا حلوة بأنه أنت تشتغلي يعني من برات البلد، لا شغلة حلوة، وإن شاء الله لا في مسلسل عم ينحكى هلأ فيه، تصويره حيكون بالأردن، ما بعرف إذا ممكن يصير في تفاهم كمان مثل ما بيقولوا، ما بقول فول لحتى يصير بالمكيول، بس يصير الموضوع أول شخص لحقوله هو لإلك، لأنه أنا كتير بحترمك وبحبك من قلبي. شكراً.